أهلا بيكو. شايف الصين اخترعت عروسة صيني؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب ازاي؟ شي غريب، عملوها بأدق التفاصيل. شوف ازاي عشان يبيعوها بسعر غالي، 1000 دولار في المتجر الصيني. شي غريب. أنا عايزك تصلي على النبي. أنت مش بتصلي على النبي ليه؟ عايزك تصلي على النبي في التعليقات وتاخد حسنات. تعال نشوف حاجة عجيبة جدا. شوف ازاي انتشرت في الأسواق وشباب كتير اشتراها واتجوزها. طب ازاي؟ شيء غريب. شايف التفاصيل؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حاجة غريبة جدا، وشباب كتير اتجوزها، خاصة اللي مش لاقي جواز. حاجة مبهرة. أنا مخبور وفي قمة الانبهار، في قمة الانبهار. ونساء كتيرة يا جماعة زعلانة ومخنوقة، يقولوا طب واحنا هنتجوز مين؟ يعني بيصرخوا في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذا الاختراع اللي هيسبب عنوسة ليهم. حاجة غريبة جدا. وبص معايا، يعني شايف ده المصنع اللي بيعمل العرايس؟ يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الصين يعني كائن بيلهث ورا الاختراعات، واستغل فرصة الجواز غالي فقال نعمل عروسة ب1000 دولار ونبيعها ونكسب. كائن بيلهث وراء استغلال الفرص. يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل. يا أخي حاجات غريبة واختراعات عجيبة. وتعالوا أوريكم حاجة عجيبة جدا، حاجة غريبة جدا. شايف التفاصيل؟ شيء مرعب، يعني حاجة غريبة جدا. والنساء زعلان، من حقهم يزعلوا. حاجة غريبة جدا. يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل. أنت مش بتحاسب اللي أنا عايزك تحاسب. وشوف ازاي، يعني شيء غريب، يعني حاجة عجيبة جدا. ومن مغطاة السيليكون عشان تكون نفس الملمس. شايف الضغط المطاطية بيضغط بطريقة مطاطية. الصراحة حاجة عجيبة جدا. والغريب ان في شباب كتيرة اتجوزها. طب ازاي وهيخلف ازاي؟ شيء غريب وحاجة عجيبة جدا. وتعالوا اوريكم حاجة غريبة جدا. يعني أنا وقفت على هذا الفيديو مش بقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، لأن ده اختراع وحش. العروسة حققت مبيعات مرعبة على المتجر الصيني. شوف التفاصيل يا أخي، شي غريب، وبيضغط بطريقة مطاطية لولبية. شي غريب، حاجة غريبة جدا. هوريك حاجة غريبة جدا. بص معايا، أنت مش بتبص ليه؟ وناس اشترتها عشان تلعب في مناخيرها بطريقة مطاطية. طب ازاي؟ حاجة عجيبة جدا، يعني شيء غريب. يعني شايف أشكال وألوان من العرايس؟ يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل. وعشان أكون أمين وصريح معاكو، لا أنصح بشراء تلك العرايس، أمر لا يرضي الخالق وإغراء وتبذير على الفاضي. أنت ليه تشتري عروسة ما بتحسش؟ ده في حد ذاته عدم الإحساس يجعلك فلسفيا لا تطيق العروسة. يعني حاجة غريبة جدا. لا أنصح بالشراء. صلى على النبي. أنت مش بتصلى على النبي ليه؟